من أهل بيت المقدس؟ المسلمون. لا نقول العرب أيضا، العرب إذا لم يكونوا على دين الله فليسوا أهل الله، لأن الله يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. هذا اللي هم أهل الأرض. وقال موسى لقومه وكانوا هم المؤمنين في ذلك الوقت، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لأنهم يقاتلون قوما جبارين كفارا، فكانوا أحق بالأرض منه. أما بعد أن فتحت الأرض أرض الشام على أيدي المؤمنين فهم أهلها وهم أحق بها. وأقول أن في ظني والعلم عند الله لا يمكن أن تسترد الشام وأخص بذلك فلسطين إلا بما استردت به في أولها في صدر هذه الأمة، بقيادة كقيادة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجرة فتنادي الشجرة يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تحتي فاقتله. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح، لن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة بماذا انتصرت هذه الأمة وعلى أي أساس؟ على التوحيد، الإخلاص لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعد عن سفاسف الأمور، عن الأخلاق الرديئة، عن الفحشاء والمنكر، عن تقليد الأعداء. المشكل أن من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عزا وشرف، من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تأخر وتقهر طبق ما قال الأولون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فعلينا أيها الإخوة أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة حتى نأخذ بما كانوا عليه، وحينئذ يكتب لنا النصر. وإني أقول وأكرر، يجب علينا أن نحذر من شرور أنفسنا وأن نحذر من شرور عباد الله من الكفار والمنافقين وأتباعهم. ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النصر في دينه، وأن ينصرنا به وينصره بنا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه. إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.